because I was referred to as a monkey, chimp, ape. تغريدة مسيئة للمرأة كل 30 ثانية. دراسة صادمة لمنظمة العفو الدولية تكشف مدى الإساءة التي تتعرض لها النساء على تويتر. النسبة الأكبر كانت من نصيب ذوات البشرة السمراء. اتهمت المنظمة في تقريرها تويتر بأنه فشل في تحمل مسؤوليته تجاه حق المرأة في التعبير الإلكترونية، لعدم قيامه بالتحقيق الكافي في التهديدات التي تتلقاها النساء على منصته، وعدم الاستجابة للتقارير التي تصله بطريقة شفافة. واستندت الدراسة إلى مقابلات أجريت على 778 امرأة من مختلف هويات النوع الاجتماعي. نحن نحب المحادثات والمراسلات العامة الفورية على مستوى العالم. هذا هو تويتر، وهذا سبب وجودنا هنا. لكننا لم نتنبأ بشكل كامل أو لفهم العواقب السلبية لذلك في العالم الحقيقي. نحن نعي ذلك الآن، ونحن مصممون على إيجاد حلول شاملة وعادلة. تواجه الشركة تحدياً في تحقيق وعودها، فتغريدة مسيئة واحدة تتضاعف إلى آلاف التغريدات. تطبيق منت. يهتم هذا التطبيق بتنظيم ميزانيتك الخاصة، هذا بوضع جميع بطاقاتك الائتمانية وحساباتك المصرفية تحت نظرك، ويخصم منك جميع المصروفات أول بأول حتى لا تقعي في الديون أو حتى تتأخري عن دفع الفواتير. جولة على أكثر المواضيع قراءة وتفاعلا في سيدتي دوت نت. كان أبرزها 15 كهفا في السعودية مرشحة لإدراجها وجهات سياحية. زوجة الرئيس البرازيلي الجديد تخطف الأنظار في حفل تنصيبه. هذا ليس خيالا، البحيرة القاتلة تحول كل ما يلامسها إلى حجر. ارتداء الكعب العالي يضمن لك الأناقة، لكنه لا يؤمن الراحة دائما. هل تفضلين ارتداء الكعب العالي رغم آلامه؟ شاركونا آراءكم في هاشتاغ الكعب العالي.